الأبراج كلها لما تقابل معمل التحليل المجهز بأحدث وأفضل الأجهزة، معمل التخطيط، إيه اللي يحصل؟ برج العذراء، الناس اللي دماغها شغالة يعني 48 72 ساعة في اليوم، الناس المتحفظة والناس اللي ما بيعجبهاش الحال المايل، واللي دائما من أكتر الأبراج اللي بتبحث عن المثالية، واللي أكتر حد ممكن يوجه لك نصيحة، أي نعم ممكن تكون قاسية ولكنها مفيدة. برج العذراء من الأبراج اللي عندها دايما نظرة جيدة لقدام، مش من الأبراج اللي بتبص تحت رجليها. اهلا بيكم، بنكمل سلسلة توافق الابراج النهاردة العذراء، وعشان ما تقلقوش هنعمل كل الابراج ترتيبا. دوسوا لايك رجاءً عشان كل اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعار يوصلهم ويتجمعوا ويشاركونا بارائهم. احنا في الاول وفي الاخر عيلة واحدة، وبدعوكم للاشتراك في القناة التانية بتاعتنا للفضفضة، واي حد عنده اي استفسار يبعت لي على الانستجرام او الفيس، مثبتهم في اول تعليق، وتعالوا نشوف العذراء والحمل. لما اتكلمنا عن توافق برج الحمل وجبنا برج العذراء يعني ادينا لمحة، ولكن النهاردة هندي تفصيل شوية عشان الحلقة عن برج العذراء. اولا دائما رتم الحياة ما بيكون عامل رئيسي في التوافق، يعني لو اتنين رتم حياتهم متقارن من بعض ده بيلعب دور حلو قوي في التوافق بينهم، والعكس صحيح. رتم حياة برج العذراء مقارنة ببرج الحمل بطيء جدا جدا جدا. الحمل مندفع في كل حاجة وعلى رأسها مشاعره وأحاسيسه، العذراء متأني في كل حاجة وعلى رأسها مشاعره وأحاديثه. الحمل أكثر وأحاسيسه طبعا، آسف بعتذر، الحمل طبعا أكثر رومانسية من برج العذراء، بينما برج العذراء واقعي عملي أكثر من برج الحمل. مشكلة أزلية بين برج العذراء وكافة الأبراج النارية توجيه النصيحة اللي كل الأبراج بتشوفها، النارية بتشوفها انتقاد. وقلنا قبل كده وبنقول ولسه هنقول، كل الأبراج النارية ما ينفعش معاها الانتقاد، ومن هنا كل دي نقاط خلاف بين برج العذراء وبين برج الحمل الناري. إذن العلاقة صعبة ومحتاجة مجهود لو احنا بنحب بعض عشان نقدر نكمل. عذراء مع طور حلو قوي يلاقوا بعضهم ويحسوا ان هم بيكملوا بعضهم، الطور بيفهم العذراء والعذراء بيفهم الطور، الاتنين عندهم سنة عمق كده بتعجب كل طرف منهم، الاتنين بيجمعهم حاجات كتيرة قوي، رتم حياتهم متقارب جدا من بعضه، الاتنين عقلانيين جدا، الاتنين دايما دايما بتجمعهم الحياة العملية، كل واحد فيهم بيحب ان هو ينجح في شغله وينجح في دراسته، والاتنين دماغهم نظيفة قوي 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 عشان تبقوا عارفين، والاتنين منتقدين، وهي دي بس ممكن تكون المشكلة. يعني خلي بالهم شوية من حتة الانتقاد. العذراء زي ما احنا عارفين بيوجه نصايح، والطور احيانا ما بيختارش يعني، او ما بيحبش ان هو يزوق ويقول كلام معسول فبيدي في الوش على طول، فنفهم طباع بعض. ما عدا ذلك هي علاقة من انجح العلاقات، عذراء مع جوزاء، شرق وغرب ولا يلتقيان ابدا الا اذا كل واحد منهم هيجي على نفسه يتنازل عن ثوابت احنا عارفين ان هي صعب ان انت تتنازل عنها يا برج الجوزاء او يا برج العذراء. تقريبا عكس صفات العذراء هو الجوزاء، والعكس او الضد لبرج الجوزاء هو برج العذراء. رتم حياة اسرع الجوزاء، اسرع كمان يمكن من رتم حياة برج الحمل. الجوزاء متحرر منطلق عايز مساحات، العذراء هادي رزين قاعد مش عايز ان هو يعني، ما بيحبش التنطيط، ما بيحبش الانطلاق، ما بيحبش الكلام ده، هو بيحب العقلانية. برج الجوزاء ايضا من الابراج الذكية جدا واللي عندها اسلوب في التعامل، واللي بتعرف ان هي تزوق الكلام قوي. برج العذراء ذكي جدا ولكن ما عندوش حتة ان هو يزوق الكلام. الحاجات دي انت ممكن تكون شايفها بسيطة، بس هي دي اللي بتعمل المشكلة الصغيرة اللي بتتفاقم بعد كده وبتكون ممكن سبب في انهاء العلاقة، الاتنين يخلوا بالهم. عذراء مع سرطان هي علاقة مش وحشة، علاقة جيدة، الاتنين بيلتقوا في اشياء كتير اوي، اللهم الا يعني برج العذراء شوية برضو ممكن يدي لبرج السرطان الابراج المائية كلها على رأسها حوت وسرطان، ابراج حساسة والكلمة بتأثر فيهم، فبرج العذراء يراعي الحتة دي. ما عدا ذلك هتلاقي استقرار، هتلاقي هدوء، هتلاقي رتم حياة متقارب من بعضه، هتلاقي الدنيا كويسة جدا بينهم، والاتنين ممكن ينجذبوا لبعض، الاتنين بيحبوا انهم يغوصوا في اعماق بعض، الاتنين عندهم حتة غموض، حتة تقل، ودي من الحاجات الجميلة. ولكن الاتنين دول ممكن لو اعجبوا ببعض ياخدوا فترة على ما حد فيهم يصرح التاني، يبدأ يعترف للتاني
بمشاعره على فكرة، ولكل قاعدة استثناءات، ولكن ده اللي بينطبق على أغلب مواليد البرج الواحد. العذراء بقى مع برج الأسد علاقة صعبة جدا، زيه زي برج الحمل كده. اللي هيحصل هو نفس الكلام، مش عايزين نعيد الكلام يعني. هل العذراء الأسد يتحمل انتقاد برج العذراء اللاذع؟ ما احنا العذراء فيه مميزات حلوة، ولكنه منتقد لاذع لا يتحمل أبدا برج الأسد الناري. ده من برج العذراء. كمان برج الأسد عشان رتم حياته الناري السريع هيشوف إن برج الحياة بطيء جدا وممكن يتهمه بالملل، وإحنا بنتكلم عن وجهة نظر كل طرف للآخر. الأسد بيحب الانطلاق والشو والشهرة والأضواء، العذراء ما بيحبش الكلام ده، أو يعني بالأحرى هو برج بعيد عن الأضواء فمش هيلتقوا في النقطة دي. العذراء بيميل شوية للحاجة الكلاسيكية، بينما الأسد من الأبراج اللي دائما رجل أو امرأة، ولا سيما امرأة بتهوى الموضة وعندها حتة، يعني أنا مش عايز أقول غرور، ولكن حتة اعتزاز بالنفس أحيانا بيفسرها الناس على إنها غرور. ومن هنا ممكن برج العذراء يبدأ يشوف إن الأسد مغرور عليه، فعلى طول دايركت هيبدأ العذراء، إحنا عارفين طباعه، يتجاهل برج الأسد متعمد. وإذا تجاهلت برج الأسد من الأبراج اللي على طول حرفيا بتقلب وتعدي، إذا العلاقة فيها مشاكل. لازم كل طرف يعرف طباع الآخر عشان يقدر يتأقلم معاه. عذراء مع عذراء التوافق كويس جدا، بس هيحسوا بملل. والناس اللي هم عذراء وعذراء، اغلب الناس المرتبطين عارفين انا بقول ايه، في عندهم لا مبالاة احيانا، في عندهم يعني نوع من البطء احيانا، في عندهم نوع من عدم المشاركة مع بعض. الاتنين ساعات بتحس كل واحد مع نفسه كده ومش عايز ان هو لا يكلم حد ولا ينكش حد، ما عندهمش مرونة كافية تخلي العلاقة مرنة. ولكن يعني العلاقة بشكل عام علاقة مش وحشة، بس يخلي بالهم من نقاط. احنا في التوافق بنركز اكتر على السلبيات عشان نقدر نعالجها وننجح بعلاقتنا مع اي شخص. كمان انا بقول التوافق مش بس عاطفي، التوافق يعني ايا كان، عاطفي اجتماعي بين حتى بنتين، عذراء وعذراء، عذراء واسد بنات، بين شابين. احنا بنتكلم على التوافق بشكل عام، وممكن بعد كده نخصص حلقات خاصة للتوافق خاص. عذراء، عذراء واسد بنات، بين شابين. احنا بنتكلم على التوافق بشكل عام، وممكن بعد كده نخصص حلقات خاصة للتوافق الخاص. العذراء مع برج الميزان ايضا علاقة من العلاقات الصعبة. حرفيا ممكن نقول اللي احنا قلناه عن الجوزاء مع العذراء نقدر ان احنا نقوله مع برج الميزان. العذراء او الميزان هيشوف ان برج العذراء خنيق، وهيشوف ان برج العذراء عايز ان هو يحد من انطلاقه، وعايز يحد من فرفشته، يعني هيبص يلاقي برج العذراء بيخنقه بيقيده بيحجمه وهيتهمه بالتسلط، وهي دي المشكلة بين البرجين دول. عذراء مع عقرب علاقة من أنجح العلاقات، والاتنين يمكن مش عايز أقول أنجح علاقة، ولكن هي علاقة ناجحة جدا. غموض حلو، رتم حياة بقى متقارب من بعضه، ذكاء قوي جدا بيجمع البرجين دول، فالاتنين بيلاقوا بعض. وفي البداية من الأبراج اللي يجذبها قوي، اللي تنجذب ليها برج العذراء هو العقرب، ومن الأبراج اللي ينجذب ليها برج العقرب هي العذراء. وكثيرا ما تنجح، كثيرا ما تنجح يعني ارتباطات العلاقات دي مع بعض. بينما برج العذراء مع برج القوس، زي ما قلنا اي مشكلة ممكن تواجه برج ترابي او برج العذراء مع الابراج النارية، هو حرفيا الكلام اللي احنا بنقوله. على فكرة اللي عارف طباع برج القوس وعارف طباع برج العذراء يعرف لب المشكلة بين البرجين دول ممكن يجي من الاول. الانجذاب بين البرجين دول صعب جدا جدا، وما بيحدثش الا في حالات قليلة جدا فوق ما تتخيل. نفس الكلام اللي بينطبق على الميزان والجوزاء والاسد والحمل بينطبق على برج القوس معانا في حلقة النهاردة. علاقة توافق صعب جدا الاتنين، انا ما بقولش ان في حاجة مستحيلة، الاتنين لو بيحبوا بعض هيشتغلوا على نقاط يعني الضعف اللي عندهم عشان يعلوا نسبة التوافق. ما انا لو فاهم طباع الطرف الاخر وحابب اكمل معاه، هي مش كيمياء، هبدأ ان انا اتأقلم واتعود على طباعه. قص سريع جدا، العذراء مش بتاع الكلام ده، القوس منطلق
جدا العذراء مش بتاع الكلام ده، القوس زي اي برج ناري مش عايز انتقاد، العذراء لازم ينصح ومش هيعجبه كتير من تصرفات برج القوس، وهيبدأ ان هو يوجه له نصائح متتالية، وده مش حلو. كمان العذراء من احد الاساليب اللي عنده بيعاقب بيها هي التجاهل او اللامبالاة، وانا عايز اقول لكم دي مش بس اصعب حاجة على برج القوس، هي اصعب حاجة على اي برج ناري، الحاجتين دول او من اصعب الحاجات ان انت تتجاهله او تتعامل معاه ببرود متعمد او لا مبالاة. العذراء مع الجدي علاقة من العلاقات اللي احنا بنقول عليها ناجحة، زيه زي العذراء مع الطور، في حاجات كتير قوي بتجمع البرجين دول، والعذراء بيعدي البرج الجدي، يعني بيديله الحتة اللي هي الكبرياء العالية شوية، هو عنده ذكاء وبيكبر راسه وبيعديها له وبيقول له، يعني بيعرف ان هو يتعامل معاه، عشان كده هم فاهمين بعض وطباعهم قريبة من بعض، تجمعهم قوي المادة. العذراء مع السرطان زي العذراء مع الجدي، يجي بعدهم العذراء مع الطور، المادة شيء مقدس وفي أولوياتهم، وعشان بنقول المادة يبقى أكيد الحياة العملية أيضا من الحاجات اللي في أولوياتهم، بيلتقوا جدا في الحتة دي وبيقدروا إن هم يأسسوا بيت ناجح مستقر، وبيحبوا الأسرة، هم من الأبراج اللي متعلقة قوي بأهلها ومتعلقة قوي بأولادها بأسرتها، من الأبراج اللي بتحب الاستقرار، الاتنين ما بيحبوش التنطيط، الاتنين كلامهم عقلاني، الاتنين رومانسيتهم ومشاعرهم عقلانية، بيقدروا ان هم ياخدوا قرارات صائبة لما مشكلة تواجههم، الاتنين ابراج عميقة، كل العوامل دي بتنجح التوافق. اما برج العذراء مع برج الدلو الهوائي، واحدة من اصعب العلاقات اللي ممكن انت تواجهها في حياتك، الدلوي من اسرع الابراج مللا وزهقا و يعني ما بتحبش الروتين. العذراء من الابراج اللي ممكن تتعود على الروتين، الدلو والابراج الهوائيه عامه يليها الابراج الناريه ابراج متمرده على كل قواعد الروتين جمله وتفصيلا. العذراء ما بيزهقش من الروتين، عشان كده تلاقيه ينجح قوي في المناصب والاعمال الاداريه، وعشان كده دي هتكون اول نقاط الخلاف بين البرجين دول. الدلو عايز كل حاجه جديده، عايز كل حاجه مفاجاه، عايز نمط مختلف، والعذراء من الابراج اللي بتحب ان هي تمشي في طريق واحد وتمشي في نمط واحد. كمان برج الدلو متحرر لأقصى مما تتخيله، والعذراء إذا حب حد ودخل في حياته، مش عايز أقول متسلط، ولكن من الأبراج اللي هتحط عليك قيود، هتحط عليك قيود بحكم الصلة اللي بتجمعكم أو القرابة أو النسب أو الحب أو العلاقة اللي انتوا فيها، وبرج الدلو مش عايز كده. برج الدلو عايز أتأخر براحتي، محدش يقول لي ليه أنشر البوست الفلاني، محدش يقول لي كان قصدك إيه، أبص للبت الفلانية محدش يقول لي بتبص لها ليه، أطلع هنا أصاحب هنا أغيب أهتم براحتي أرجع براحتي، هو برج دماغ وبيحب يعيش الحياة، والكلام ده لا يتماشى ولا يتقبله برج العذراء، فهي واحدة من أصعب العلاقات. عذراء مع برج الحوت العلاقة حلوة أوي أوي أوي، إلا في انتقادك يا برج العذراء، لأن أنا قلت لك وإحنا بنتكلم عنك مع برج السرطان، قلت لك الحوت والسرطان تفادى الانتقاد هتقدر إن أنت يعني تنجح بالعلاقة، وتبقى العلاقة من أروع العلاقات اللي أنتوا ممكن تكونوا فيها، أو يكون فيها اتنين مع بعض بتلتقوا في حاجات كتيرة قوي، هو عنده احتواء وعنده صبر في الحياة العاطفية عامة، وأنت نفس الكلام، هو رتم حياته قريب من رتم حياتك، ولكن أنت خف عليه بالانتقاد شوية، اختار كلامك معاه وبلاش تتعامل معاه بتجاهل ولا مبالاة، عشان الحاجات دي بتتعب نفسية برج الحوت، وممكن تخليه ان هو يعني يتغير معاك، ان هو يكتئب. برج الحوت برج معطاء دايما بقول، وبرج حنون، ولكن عايز اللي يقدره، وعايز اللي يقدره ما يحسسوش ان هو يعني مهمش، او يحسسه ان هو قليل. مش حابب ان انا اطول اكتر من كده، معرفش الحلقه كانت طويله ولا لا، بعتذر عن الاطاله لو كنت مطول. الحلقه الجايه هيكون توافق برج الميزان مع كل الابراج، هنكمل السلسله. اكتبوا لي ارائكم، انتوا عارفين ان انا بتعرف عليكم من خلال تعليقاتكم، واللي نسي يدعم الحلقه بلايك مهم جدا، عشان كل اصدقائنا يعني يشوفوا الحلقه ويشاركونا بارائهم، ويصوتوا معايا على حلقه بكره، حلقه يوم الثلاث في المنتدى، واشتركوا في قنواتنا او قناتنا التانية والانستجرام والفيس، واي حد عنده سؤال يبعت لي، وهتوحشوني.